إن الجزائر ثابتة في موقفها المبدئي الداعم والمناصر لحق الشعب الفلسطيني المشروع في نيل كامل حقوقه، وما زلنا على يقين بأن كل ما يحدث اليوم هو نتيجة تجاهل المجموعة الدولية لهذا الحق المشروع وممارسات الاحتلال الصهيوني الذي يتمتع بالدعم والحصانة من كل عقاب أو مساءلة. في ظل الاحتلال الذي بات يكبل العمل المتعدد الأطراف ويبعده عن ضوءه الحقيقي، وإننا من خلال عضويتنا غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي لم ولن ندخر جهدا من أجل وضع الجميع أمام مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية تجاه قضية فلسطين وشعبها والإلحاح على تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تكفل الحق للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وإذ نهنئ أنفسنا بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والذي تلاه قرار محكمة العدل الدولية بالوقوف الفوري للحرب، فإننا ماضون قدما من أجل حشد الدعم اللازم للوصول إلى مبتغانا كاملا غير منقوص، ووضع حد للإفلات من العقاب والإجرام في حق الشعب الفلسطيني ورموزه وتاريخه.